مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشة الام تي في ونهيلكم طريقة الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. غرض متنوعة ومميزة واسعارها كتير مقبولة. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكم، تتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم من دون اي كلفة اضافية وين ما كنتوا بلبنان. شو أورجانايزر هالشبه غزانة بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بينخزق وبنفس الوقت منه تقيل بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز. قياسها مناسبة كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضن. ب$26 بتحصلوا على شو أورجانايزر، والعرض هلأ مقابل شراء 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على الثالثة مجاناً. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وب$26 توصل لعندكم بلا كلفة دليفري. لكل يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم وبنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما إلكن إلا تستعملوا مورينجا تي. المورينجا تي هي ثمرة شجرة المعجزات المعروفة عالمياً بميراكل تري يلي معمول عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100% لأنه ما فيها أي عنصر اصطناعي أو مواد حافظة، والدراسات كلها بتأكد أنه المورينجا فيها فيتامينات A و E، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد وبروتيين أكثر من حيالله فواكه بعشر مرات، والأهم إنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة، وهلأ كل الفيجيتيريان صاروا قادرين يعودوا على الأمينو أسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لأنه ما بياكلوا لحمة. مش بس هيك، المورينجا فينا نشربها إذا بدنا كأيس تي، ما قلنا إلا نزيد عليها حيالله نوع فواكه نسقعها ونشربها. مختصر مفيد المورينجا هي حارق سريع للدهون، مضر للمعدة، مقوي للضفير والشعر، منقي للبشرة ومؤخر للشيخوخة، كما مضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل الفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ مقابل شراء 3 علب مورينجا تي ب$35 بس، توصل لعندكم من بست سيلر، ما إلكن إلا تتصلوا على 01 44 55 55 وأكيد بتكون فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، بننصحهم بالبت جرومينج جلوف، هالكف يلي بينظف الحيوان الأليف وبيعمل له مساج، بمشط له الوبر وبشل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف خفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارر على الفوتاي أو حتى على التخت. بات جرومينج جلوف صغير ومفعوله كبير، وفيكن تحصلوا عليه الواحد ب$18 أو الاثنين ب$28 بس، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. مجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثل البنات، من هيك صار في مكنات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها $30 هي مكنة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها لكذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، الأنف والجسم مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو مكفولة على مدة سنة، بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا الحلاق تبعكن. ب$30 بتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد،
بتسحب كل شيء من الكبير للصغير ان كان على السجاد على البلاط وعلى الباركيه، وبتحللنا خاصه مشكله الشعر يلي ولا مكنسه بتحللنا اياها. الفاكيوم التقليدية تقيلة وبدها شيت كهرباء، والمكنسة العادية بيعلق فيها الشعر. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، وما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركيه، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في زوم أبداً نشد، نتركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. وأكيد هذا الشي بيتطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة من فض الجارول الكبير من الأوساخ. سوي برو بلاس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سوي برو هي ماشين ما بتنضب لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سوي برو بلاس في ثلاث هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين. لا تحصلوا عليها تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 43 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكن دايماً تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.